ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات الاسبوع التاني لاصحاب برج الحمل من شهر اغسطس لعام 2020. برج الحمل عندك الاسبوع التاني هو اسبوع بدايته قد ايه رائعة متميزة جدا، اسبوع ايجابي كتير، اسبوع فيه امل، فيه تفاؤل، فيه ايجابيات، فيه ان النفسية هتكون افضل كتير، فيه ان هيكون عندك طموح بزيادة، انك هتكون عايز تكون افضل، عايز تكون احسن، بتسعى اكتر، مجهود اكتر، تركيز كمان هيكون عندك عالي. ده في بداية الاسبوع، مع ان هيكون بعد كده تركيزك هيبدأ يكون شوية مش احسن حاجة ومش افضل حاجة. يعني هنقول بكل بساطة بشرح بسيط جدا انك ركزت قوي وطلعت طاقتك بشكل قوي في اول الايام من الاسبوع، فبدأت ان انت استهلكت طاقتك خلاص، فبدأت ان انت تنزل مرة تاني، ولكن هترجع في الاخر ان طاقتك تتشحن مرة تانية بايجابية. ده ببساطة الموضوع. برج الحمل هيكون عندك من الاشياء الايجابية الكتير في بدايات جديدة، حب او قرار او خطوة او حاجة مهمة هتشوفها بشكل ايجابي، شيء انت منتظره هيبدأ انه يحصل، وهيحصل في بداية الاسبوع. كمان هيكون في شيء او مكالمة معينة، تواصل انت كنت مفكره انه صعب، هيكون عندك صلح مع الاخرين وانت ما كنتش متوقع الصلح ده، او كنت انت بتكسو او قاسي شوية او انت قاسية شوية، ولكن احنا مش عارفين النتيجة انها هتكون ايجابية، فهتتفاجئ ان انت اللي انت بتعمله هيجيب نتيجة. فعندك ده هيحصل، اللي انت القسوة بتاعتك او الشدة اللي كنت فيها جابت نتيجة، بس في نفس الوقت حذر من حاجة معينة. خلي بالك او خلي بالك يا برج العذراء من قسوتنا. برج العذراء مش قاسي، ولكن انت قاسي على اشخاص هم الصراحة يستاهلوا القسوة، ولكن ممكن يكون عشان صورة قدام الناس، فما بلاش ان احنا نظهر قسوتنا على حد، لان ده كمان هيضيف ليك شيء، وهيضيف ليك شيء سلبي، انك هيخليك انك حاسس بالقوة زيادة، بالانتصار، بالقسوة، فهيخليك انك تقسو على اي حد. هيبقى هتحس ان هو انك مبدأ زي كأنك بتتعامل بيه مع اشخاص كتير، وتبدأ تطبق الموضوع ده على اشخاص كتير حواليك، ولكن شخص مش زي اتنين، مش زي الباقي. فخلي بالك كتير ان الطبع ده ما بيمشيش مع الباقي. عامة برج الحمل، حاجة عايزة اقولها برضو، يعني تعتبر مهمة جدا جدا، ان برج الحمل هيكون عندك من الاشياء الايجابية في انتصار مهمة، انتصار في موضوع قانوني او قبول في شيء. يعني انت ممكن تكون مقدم على وظيفة او مقدم على حاجة، او انت داخل في حاجة جديد هيكون عندك فيها نجاح، فيها قوة، فيها انتصار، فيها شيء مهم تحصل عليه، هيكون عندك انتصار في شيء مهم ايا كان يخص ايه. يا برج الحمل هيسعدك كتير جدا جدا، خاصة لو حاجة ليها علاقة بمواضيع اجتماعية كمان، او كانت خلافات عائلية او مشاكل قانونية على اشياء عائلية، ده هيكون عندك فيه انتصار قوي جدا. برج الحمل كمان من الاشياء المهمة هيكون عندك شراء، هيكون عندك شراء ومشتريات او دفع فلوس. يعني الاسبوع التاني بالنسبة لك حتى كمان من بدايته في حاجة بتدفع فيها فلوس، دفع دفع دفع، وانت ممكن تحسه اللي هو ايه ده، هو انا بدفع بس ما باخدش بس، فده هيكون موجود عندك كتير قوي. برج الحمل كمان هيكون عندك ان قصرة التفكير، احنا قلنا ان هيكون عندك في البداية تركيز قوي، ولكن ده بيسبب لك قصرة التفكير، بتفكر في حاجات كتير، بتفكر في الاشخاص، بتفكر في التعامل، بتفكر في الشغل، بتفكر 48 ساعة في 24 ساعة. ده بيسبب لك صداع، بيسبب لك وجع في القولون، الصداع من كتر التفكير، القولون العصبي بيجي لك من التفكير وشدة الاعصاب، ده موجود كتير، وعند نسبة كبيرة جدا 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 من برج الحمل بيعانوا من المشكلتين دول، او على فكرة كمان تعب في الرجل، او اللي هو كعب الرجل من الاخر، هيكون عندك المتاعب اللي هي الحاجات دي بشكل قوي جدا. برج الحمل برضو من الاشياء المهمة اللي موجودة في الوضع العاطفي، يعني خلوني اتكلم الاول على الوضع العاطفي. في الوضع العاطفي هيكون عندك على قد ما في تحسنات، على قد ما هيكون في عصبية على الشريك، انك هتتعصب، ولكن نخلي بالنا كتير من حتة ان احنا نتعصب على الشريك، لان ده ممكن يعمل اثارة سلبية، لان انت اللي بيدعمك كتير الحب والعاطفة، سواء رجل او امرأة اللي بيدعمهم الحب، فلما تيجي تتعصب تبعد الشريك عنك، فهتكون انت في موضع ضعف، فخلي بالك كتير جدا جدا ان محتاج الشريك جنبك، محتاج الشريكة جنبك جدا. برج الحمل كمان من الاشياء القوية في الوضع العاطفي، هيكون في تحديد معاد، تحديد ميعاد لخطوبة، تحديد ميعاد لفرح، تحديد ميعاد للاتفاق، تحديد ميعاد لان احنا عايزين بيبي جديد، تحديد ميعاد لحاجة، عايزين حاجة خلاص حان وقتها،
ده موجود كتير، تحديد الوقت موجود كتير عند برج الحمل. برج الحمل انا بشوف ان هو وقت قد ايه لازم نصلح فيه علاقتنا العاطفية، لازم ان احنا نكون افضل عاطفيا، لازم نكون احنا متحسنين، نبعد عن اي اطراف ممكن تحاول تدخل تبوظ اي علاقة، نبطل العند، نبطل العند، نبطل العند، نبطل المقاوحة، نبطل ان احنا نجادل. لا ده هيكون غلط كتير، خاصة للناس المرتبطين في الارتباط البداية، لو احنا لسه في البداية، فده نخلي بالنا كتير. امور كمان المهمة جدا جدا لبرج الحمل، لو عندك بداية جديدة او خطوة جديدة ابدأ اعملها، هيكون عندك دعم قوي، هيكون عندك دعم ان انت تنجح في حاجة، استغل كتير بداية الاسبوع او مطلع الاسبوع بالنسبة لك، لانه هيكون في ايجابيات وفي تميز كتير وفي اخبار مستنياك حلوة وفي دعم هيبدأ لما انت تحس انك بتحاول لحاجة، الدعم ده هيطلعك بسرعة الصاروخ لموضوع معين. فعندك نجاح وعندك دعم وعندك ايجابية لازم نستغلها بشكل قوي جدا. عندك عايز تقدم على وظيفة، عايز ان انت تبتدي فكرة مشروع، ان انت تقدم في انتخابات، تقدم في شيء مهم، الحاجات دي كلها، عايز تقول رأيك في حاجة، تعمل حزب معين، عارفين كل الحاجات دي هيكون عندك نجاح فيها، لان هيكون عندك كلمتك مسموعة جدا، عندك انك حصول على القوة في قدام الأشخاص، يعني الأضواء متسلطة عليك بشكل إيجابي، عندك قوة شخصية بارزة كتير جدا جدا أمام الآخرين، وبيقدروا يعني الآخرين شايفينك إن أنت شيء متميز قوي، بينظروا لك للنظرة دي إنك حد إيجابي، إنك حد عملت حاجة حلوة، إنك حد متميز، إنك حد قوي، إن 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 حاجات كتير. فخلينا نستغل ده لو عندك أي حاجة عايز تعملها، بس نبطل العند ونبطل الخشونة في التعامل والعصبية وإثارة النرفزة للآخرين، أو إن إحنا نغيظ حد، نضايق حد، أو على فكرة إن إحنا نتغاظ، أو إن إحنا نحط عنا على نقارن نفسنا بحد، أو إن إحنا عايزين نعمل حاجة زي حد، أو وارفض أي حد يقارنك بشخص، ده برضو مهم جدا. الحاجات دي مهمة كتير قوي قوي يا برج الحمل. برج الحمل كمان من الأشياء المهمة اللي هيكون عندك موجودة في خلال الأسبوع التاني، هيكون عندك إن فرصة زيارة مهمة، او هتتعرف على اشخاص، او هتبقى متواصل مع اشخاص بصورة قوية، يعني هتتعامل مع اشخاص باكتر قوة، بان احنا نكون متواصلين اكتر، نكون اللي هو كأننا عارفين بعض بقالنا كتير، ده هيخليك ان انت تكون مرتاح نفسيا، هيدعمك نفسيا الموضوع ده، خاصة ان هيكون عندك قرب لعلاقات او صداقات او اشخاص هما ليهم مقام عالي او ليهم مركز، يعني ناس مركز، فينفعوك كتير في مصالح كتيرة جدا جدا، اشخاص ليهم شأن هيقد ايه، هيقدروا شخصيتك وكمان يرفعوك لموضوع معين، او هيدولك حاجة ايجابية تنفعك ليك، مصلحة معاهم بالاخر. برج الحمل الاسبوع ده ايجابي كتير، بس زي ما قلت نخلي بالنا من النصايح اللي اتكلمنا عليها وقلنا نخلي بالنا. يعني بشكركم جدا، مش عايزة اطول عليكم، بحبكم كتير، بتمنى لكم اسبوع ايجابي، بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.